اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار الاساتذه الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ كل سنه وانت طيب. ازيك يا اسلام؟ وانت بالف خير وسلامه يا رب. الله يخليك. ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا كابتن. كل سنه وحضراتكم طيبين. خليني ابدا معاكم بالنواحي الفنيه سريعه جدا وبعد كده نخش في شغلنا. النواحي الفنيه يعني مباراه فيوتشر شفتها ازاي؟ ومباراه الاسماعيلي شفتوها حضراتكم ازاي؟ لا يعني هو مباراه فيوتشر طبعا جمهور الاهلي، ويمكن البعض بيقول يعني ليه كده انتوا زعلانين عشان نقطه، اللي هو فكره الاهلاويه كجمهور طماعين يعني. لكن الحقيقه هي نتاج برضو للكلام اللي قاله الكوتش يعني كولر لما قال انه الذهنيه لابد ان تتاثر ولا يمكن تكون صافيه رغم مقاومته لده طبعا هو وفريق العمل اللي معاه، لكن في الاخر برضو اللاعب مش هقول بشر كشماعه، لا النسب في ان هو يقدر يخرج بسرعه من الفرحه وكمان من اجازه العيد وكذا والذبح والصحيان بقى كله بقى توافق مع بعضه، وبالتالي هنا تحمل الرجل مسؤوليته لكنه ما هربش وما خلعش من الكلام في الكوره سواء مع المؤتمر او مع لاعبيه، انه احنا لابد ان نعود لصفاء الذهن الكروي، لابد ان احنا نخرج من حاله التباطؤ، الحاجات بقى اللي هو رصدها كمدير فني، وما اروع ان الكوتش يكون صادق بدرجه امتياز وانه يكون كمان عارف ايه اللي هيشتغل عليه الفتره اللي بعدها، وعلشان كده عرفت ان هو للمرة الثانية على التوالي، مرة قبل ماتش الوداد وفي مران الأمس ربما أو النهاردة، فكرة إن اليوم بيعدي جغرافيا الساعة 12 بتخلي الواحد إيه بقى المهم يعني إن المحاضرة وصلت لخمسين دقيقة، وهذا يعني أهمية تصوره للمرحلة المقبلة مع المزيد من إنه بيحاول يقلل حجم الفرص المهدرة، ولو كان مدير فني ما هواش بالحجم ده والكلاس ايه كان يقدر يقول لك زي بعض المدراء لما يقول لك انا شغلي بيبدا وينتهي عند تكوين الفرصه، اما اضاعتها فلا اعرف عنها شيء، لكن الراجل بيتحمل مسؤوليته كامله مشاركه مع اللاعبين، وده اللي يخلي جمهور الاهلي مش حكايه بقى يطمن من عدم انت بتشجع النادي الاهلي، لكن يخليه متاكد ان القادم هيكون جمع النقاط المتبقيه لاسترداد الدرع، ومن ثم مباراة الإسماعيلي يعني بكل تأكيد بقى مش أعتقد هيكون الحالة مغايرة تماما، مع رفض كامل من مستر كولر مشكور عليه كمحترف في أنه يرمي الدولاب بقى مش يرمي الشماعات وبس. معلش حاجة اسمها أنت رأيك إيه في الماتش في فيوتشر؟ رأيي أن لعيبة الأهلي كان عندهم بعض نقاط في مرحلة تكوين الهجمة، كان في شوية بطء الشكل العام، شكل النادي الاهلي ولا اشياء اخرى؟ لا شكل النادي الاهلي، شكل النادي الاهلي ما فيهوش ما يزعج. ليه؟ لانه اللي عندك معروف، ما ده اللي انا بقوله بس بلسان كولر عشان الناس تبقى اكثر طمانينه بحكم ان ده شغلنا، فبيوصل لنا الفيدباك بتاع الراجل ان هو عارف شويه قللنا مساحه زمن انهاء الهجمه شويه ما كانش فيه تصويب صحيح، يعني عايز يقول مقدور عليها، عشان كده بقول لك هو رفض نقاش فكرة الإجهاد وفكرة كذا رغم قناعته بيها، لكن مفيش سبيل تاني وانت بتمثل النادي الأهلي، ودي من أجمل الحاجات اللي هو بيقولها، غير انك انت تدرك انه اللي جاي لازم تعود لمستواك، مش بيقولك تتحسن، بيقولك يجب ان تعود لمستواك. طيب برضه يا استاذ محمود اعرف رأيك في فيوتشر والإسماعيلي. لا انا شايف انه ماتش فيوتشر برضه كان درس من ضمن الدروس. أوكي. انت وصلت للمستوى الاعلى بطوله افريقيا، طبيعي جدا يعني فيحصل عندك حاله مثلا تراجع نسبي قدام مثلا ماتش السويس في الكاس، ماتش برضو كان مش عاوز اقول ماتش مرهق برضو، ماتشات الكاس طبعا معروف. انا عاوز اقول لك ايه، هو انت تتمنى انه الماتشات اللي زي دي اللي يبقى الجيم قدامك مقفول ومتساب لك الكوره اعمل زي ما انت عايز، وبتيجي عند نقطه معينه بتتحطم فيها كل ايه محاولاتك. صحيح. اعتقد انه برضو من ماتش السويس
الى ماتش فيوشتر. انت لو شفت الشوط الثاني وشفت الملعب، احنا ما شفناش النص الثاني الملعب بتاع النادي الاهلي، يعني نص النص ملعب ما فيش حاجه بترجع، انت واقف على النص وفرت فيوش قافله قدامك وانت مش عارف تخلص. يعني في حاله على ما يبدو، يعني انا مش مؤيدين الفكره زي ما كولر قال، الاجهاد والارهاق والكلام ده خلاص كره لا القدم. لا لا لا، يعني ممكن يكون الاجهاد، ممكن يكون الاجهاد الذهني وده الاهم والاخطر، ده محتاج بامانه شديده. خلي بال حضرتك انت كنادي اهلي، يعني انا اسف بمناسبه الكلام عن الكلام ده، انت كنادي اهلي انت بتتبع اللوائح والقوانين، فتم اللوائح والقوانين الخاصه بالتاجيلات وده حصل في ما قبل. بس في حاجه يا كابتن سامع، كامل احترامي لاتحاد الكوره والجدول المضغوط، وانا عاوز انهي الموسم، يعني مش جريمتي ان انا بصل لنهاية افريقيا وباخد بطوله خالص، انك انت تضغطني بالصوره دي. لابد، عاوز افكر الناس بحاجه يا جماعه، ولازم النادي الاهلي والجهاز الفني برضو يكون عنده في تفكيره الكلام ده. احنا جينا في فتره الموسم اللي فات، جينا فتره كده اتفاجئنا انه مثلا فيريرا قال لك يا جماعه احنا مش قادرين الكاميرا تدونا يوم راحه زياده، وحصل بالفعل كان نادي الزمالك متواصل وادوا له يوم راحه في مباراه، اتاجلت مباراه يوم عشان الناس والموسم متواصل السنه اللي فاتت. مظبوط، السنه اللي فاتت. ايوه طبعا. مزبوط. انت مع بامانه شديده يا جماعه، هو لعيبه الاهلي دول يعني بيلعبوا نفسهم مش بيلعبوا منتخب مصر، والناس دي اساسيه. يعني حجم الارهاق على النهارده، هتلعب الاربع وتلعب لحد وتلعب اول امبارح وهتلعب بعد، يعني عاوز اقول لك ايه، لابد ما انا بكلمك يعني لابد ايوه لابد يكون على الاقل خلال حتى الثلاث ماتشات اديك يوم زياده برضو، اخلي الناس دي تاخد نفسها شويه، حتى لو المساله اتاخرت يومين اتاخرت ثلاث ايام ما فيهاش مشكله. فاللي انا عايز اقول لك ايه، الناس امبارح زعلت واتضايقت وبتاع، وخاصه مع فيوتشر اللي انت حتى الان لعبت معاه اربع ماتشات، الاربعه كلهم مثلا في الدور الاول 1-1، تعادل الغريب برضو، والنهارده 0-0، وقبل كده كان تعادل، قبل كده كسبناهم 4-0. فلكن عاوز اقول لك ايه، انا شايف انه التعادل ده ربما يكون نقطه افاقه واستفاقه للفريق بامانه، بدءا من مباراه الاسماعيلي. مباراه الاسماعيلي مباراه كبيره، فريق اسماعيلي طبعا فريق بتلعب قدام النادي الاهلي مباريات، يعني مباريات خاصه جدا، مباريات بيبقى فيها ديربي بامانه شديده. صحيح. مباراه هتبقى صعبه جدا، اسماعيلي في موقف صعب، بيبحث عن النقطه، بيبحث عن الفوز، فالمباراه هتبقى مش سهله. فاعتقد انه هيتطلب جهد كبير من لعيبه الاهلي، خلاص انت على مقربه من حسم الدرع، والهدف انك انت تنهي حتى الماتشات الباقيه في الموسم، انك انت لما تخلص المسابقه يبقى عندك فرصه تدي وتقف وتريح، لانك انت داخل في مطحنه، في عندك كاس هتكمل فيه باذن الله تعالى، ولسه عندك سوبر في سوبر افريقي، وكمان عندك سوبر ليج في افريقيا. يعني عاوز اقول لك ايه، الدنيا ما فيهاش هتاخد نفسك وتقول ده انا هريح يومين ثلاثه، وعندك منتخب عنده مشوار هيكمله في شهر 9 ومعسكر، ومتاكد عندك كمان قرعه كاس العالم هتتعمل في 12 يوليو وبعد ايام يعلن المجموعه بتاعت منتخب مصر وشكلها عامل ايه. فاللي انا عايز اقوله انه تعادل له نواحي سلبيه وله نواحي ايجابيه. الايجابيه واضحه انك انت متركز كورك ما عرفتش تخترق، ده نفس الشيء المسألة اللي بيعاني منها الأهلي في الفترات الأخيرة، في ماتش السويس كان نفس الشيء، ماسك ومش عارف تخلص، أعتقد إن الحاجات دي كولر ممكن لكن أكيد تخترق. طبعًا أكيد كولر تبقى دروس إنك أنت بس تقف عندها وتعلم، حتى لما تكلم على جزئية إيه؟ لما تبدأ تسخر في المباراة وتدوس يروح واقع واحد، ويروح واقع الثاني، وراح واعد التالت. دي الحقيقة، دي حاجات بقت ايه خلاص، يعني المفروض هو ايه، يعني هو طلع اتكلم فيها، لكن عاوزين نقول له يا عم دي الطبيعة. يعني انت لا إيه؟ لا بس خلي بالك، هو ابتداء من الموسم اللي جاي اذا تم تطبيق القوانين التعديلات اللي هي بتتعمل دي، هتبقى وضع، بيقول لك ساعتها هيعمل ماشي خلاص، تبقى زي الباسكت، زي الباسكت يعني. لكن انا عايز اقول لك، طب يعني عاوز اقول لك ايه، طبيعي جدا وانت في المشوار الطويل ده والكلام ده هتقع منك حاجات، بس حقيقة. اهم حاجه الاستفاده وهي بتقع. يعني بتاخد منها الدرس وتشوف ايه الخطا اللي انت عملته واللي انت وقعت فيه ويبقى درس بالنسبه لك. مش عاوزين نجلد ذات ونقول الناس زعلانه وكان نفسها الماتش يبقى خلاص، قربت ماتشين، وبرده كل ماتش يا جماعه بيعتبر ماتش كاس. يعني دلوقتي في الماتشات اللي جايه دي مع حجم الارهاق والضغط الشديد المتواصل، دلوقتي انت رايح تلعب في برج العرب، هتقعد هناك مش هتيجي، لانك هتلعب ماتش وتلعب ماتش تاني بعدين. بعد يعني ما اعتقدش برضو ايه انك انت هتيجي من اسكندريه، مش هتيجي من اسكندريه عشان ترجع تاني تلعب للاتحاد. يعني هتقعد هناك بعد كده ترجع من الاسماعيلي والاتحاد، هترجع على ماتش القمه. صحيح. ماشي. فاعتقد انك انت مطالب تركيز دلوقتي،
وده جدا انك انت يكون عندك تركيز في حسم الست نقاط الجايين دول عشان تدخل مباراه القمه بحساباتنا كده خلاص تحسم الدوري. دي مباراه مش تبقى صعبه على فكره، يبقى لها حسابات مختلفه وهتبقى مباراه قويه جدا. فانا عايز اقول انه تجربه فيوتشر ربما البعض يختلف، انا شايفها جت في وقتها، انا شايف انها تكون استفاقه للفريق كله، لانه خلاص الدوري ما خلصش يا جماعه، الدوري لسه في الملعب، لابد انه الدوري لسه في الملعب. وطبعا الدوري في الملعب طبعا، وغير غير كده لا الدوري في الملعب فيه، يعني عاوز اقول لك ايه، اي تصرف تاني بيبقى عندك يعمل لك مشكله ويعمل صح. ضغط نفسي عليك صح. ماشي. فعاوز اقول انه درس ونقطه ومن اول صوت في باقي الماتشات انه الفريق يستعيد صفائه الذهني ويستعيد تركيزه ويستعيد شكله وملامحه القويه اللي تعودنا عليها، وان شاء الله اتمنى التوفيق في المباراه الجايه باذن الله تعالى ان شاء الله. استاذ عصام، اتوبيسات مجانيه اقرها مجلس اداره النادي الاهلي النهارده في التواجد لتشجيع الفريق مع في الاسكندريه في ظل هذه المباراه الصعبه جدا امام النادي الاسماعيلي وفي برج العرب، وايضا بالفان اي دي وبتذكره. واحد من دربيات طبعا الكره المصريه والعربيه والافريقيه هو لقاء الاهلي والاسماعيلي الدراويش طبعا، ومن ثم المؤسسه يعني الاهلاويه بترى انه الملاك الحقيقيين جماهير النادي الاهلي وقود كل ما هو يعني انصاف للنادي الاهلي، باور النادي الاهلي، ومن ثم بتحاول ان تيسر لهم كل ما يمكن. لكن شوف بقى الترتيبات، لا توجد إلا الحجوزات، لا يوجد إلا كل من سيحصل على التذكرة ويتبع النظام، سيكون في سيارة ممنهج رقمها معروف مشرفينها كل حاجة. مفيش حاجة اسمها إسلام بعد حد ولا عصام ولا أبو صبري ولا أي حاجة، في سيستم للنادي الأهلي صحيح. الأهلي يعني ما علمته كان يتمنى لو يستطيع أنه باصات تملأ جنبات او الاماكن المخصصه لجمهور النادي الاهلي في استاد برج العرب ان شاء الله. لكن ده ملمح محترف بالمناسبه، ليه؟ لانه المنطقه هناك يعني المواصلات بها ما فيهاش هذا الانتظام، ومن ثم الاهلي راى ان هناك دور تستطيع الاداره لعبه، وبالتالي قامت باداء هذا الدور. عايز بس اقول يعني لو نعرج مره اخرى على مباراه فيوتشر، ان ما يحدث بالفعل واللي قاله الكابتن عبد الظاهر ان احنا بنواجه في بعض المباريات بما شكى منه الاهلي، اللي هو فكره ان واحد بعد ما يفك الجوانتي والشنكار ورباط الحذاء يعني الله يكرمكم لا مؤاخذه، تلاقيه في الاخر بيترشله بنج على كوعه. لا يا جماعه، لا يا جماعه، يعني مش دي الكوره التي نحلم بها. ها، خاصه ان انت بتتكلم مع فريق بغض النظر عن قناعتي الفرق دي تلعب كوره ولا لا، لكن ده رقم ثلاثة في الدوري المصري، الدوري المصري اللي العين عليه واللي البعض من سارقي العمل اللي بيعمله النادي الأهلي متفردا تقريبا في خلق كرة قدم حقيقية ويحط لعيبتك تحت المجر في أكبر وأهم باترينة عرض في الشرق الأوسط. ويكفي أن مندي حين يعرف مسؤوله البي بي سي وهي من هي في عالم الإعلام أن مندي ذهب إلى الأهلي الشرق أوسطي، تخرج الصورة بتيشيرت ونسر النادي الاهلي المصري لدقيقه وثواني يعني، وده وقت طويل قوي على البي بي سي. ومن ثم اعتقد انه الاهلي خلاص، وكمان كولر قال لهم الحل ان استراحه الفريق او انك تستريح من منافسك لما يكون بحجم الاهلي، ان الكره تكون معاك مش ان اللعيبه تكون في الارض. بلس بقى ان لعيبه الاهلي لازم تعرف حاجه مهمه، لازم يعرفوا انه في سؤال توجه بسرعة جدا للمعالج في فريق فيوتشر. ايه بقى السؤال؟ السؤال الاول او الجزء الاول من السؤال، هو كهربا عمل لك ايه؟ قال له ولا اي حاجة. بيقول لي يا دكتور الوقت، يا دكتور الوقت، يا دكتور. قال له احنا ما عندناش ستارز والجري على النجيلة يصعب يعني. قال له يعني ما عملكش غير كده؟ لا. السؤال او الجزء الثاني، محمد عبد المنعم قال لك ايه؟ ايه ده؟ انتوا ايه؟ مين؟ كام؟ ليه؟ فين؟ اعرف يا لاعب النادي الاهلي ان فاترينه العرض دي زي ما هي اهم فاترينه في عالمنا وحولنا، اعرف كمان ان حسادك كتير، وانه دايما وهفضل اقولها اللي مش قادر ينافسك هيحاول يكعبلك، اوعى تتكعبل. وبالتالي انا بقول لحضرتك انه اداره الاهلي بقى
كل ده مربوط في خيط واحد، تنظم للملاك الحقيقيين الأصليين الجمهور هذه الرحلات حتى يرى نجوم الأهلي أن أصحاب المال والمصلحة والذين تدين لهم بكل ما هو طيب وحقهم هو الفرحة موجودين معاك وحولك رغم ما ستتحمله الإدارة ومشقة على الجماهير. هذا هو النادي الأهلي ببساطة. هي. طيب أستاذ محمود هاخد حضرتك لموضوع آخر وهو موضوع القوى الناعمة. القوى الناعمة ظهرت في النادي الأهلي في الأغنية والفرحة بعد المباراة، وإن الأغنية دي ما حدش يعرفها وفجأة انتشرت في العالم كله مش في مصر بس. أنا هنا ما بتكلمش عن الأغنية. ولكن أنا هنا بتكلم عن قيمة فعل أهلاوي له قيمة. قيمة النادي الأهلي في متابعين. يعني دايما الناس كانت تسمع إيه؟ تقول لك من القوى الناعمة لمصر هي النادي الأهلي في الرياضة. طبعا. مش عارف إيه فين. إيه كذا كذا. وبالتالي الناس عايزة، فده هو القوى الناعمة. الناس اللي عايزة تفهم يعني إيه القوى الناعمة. ما ده بس ده بيبين لك يعني مش القوى الناعمة بس. قوة النادي الأهلي كمان يعني على السوشيال وعلى الانستجرام وعلى تويتر وعلى إنك أنت قوتك اللي ده يخليك يطرح سؤال. شعبيتك شيء أساسي جدا مع بطولاتك هي الداعم في إن الناس تبص عليك وإن المعلن يجي لك وإن اللي فخر الدنيا يفكر يقول لك تعالى. هو ده اللي أنا عايز أوصله يعني في الآخر. لا لا يعني مش طبعا مش الأغنية طبعا مش الأغنية حاجة ولكن لا 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 أنا بتكلم قول إنك أنت خدت حاجة بأمانة شديدة أول مرة نسمعها. يعني احنا عاوز اقول يا جماعه النوعيه دي لو ما كنتش سمعتها هنا ما كنتش هتحاول. ما كنتش هتحاول انك انت تدور عليها بامانه. دلوقتي كل ما تفتح مكان تلقى في اسبانيا تلقاها في قطر تلقاها في السعوديه تلقاها في كل مكان. بقيت الحدوته عملت رد فعل. طيب رد الفعل ده بناء على ايه؟ هل ده جاء من فراغ؟ شوف لقطه واحده واتعملت من انا بخليك ده ما خدتش يعني حتى مفيش ما خدش في الممر وفجأة تحولت إلى حاجة شعبية عالمية كبيرة جدا. ده بيبرهن على حاجة. أيوة. على قوة المكان وقوة الكيان وشعبيته وتواجده في كل مكان وفي وجدان الناس. ده خلى عملت رد فعل إنه الناس التانية شافت الكلام ده. طيب يا جماعة دايما خليكش أنت تفكر كمتابع ومشاهد إنه الأهلي ما جالوش وما تحطش في المكان اللي هو فيه مسألة الشعبية ومسألة التواجد وعدد المتابعين اللي بيزيد يوميا بصورة كبيرة. ده أحد الحاجات والعوامل الأساسية اللي خلت المعلن الباحث عن أنه يحقق مكسب سواء لحماية لشركاته سواء لتواجده في كل مكان. من خلال مين؟ من خلال الارتباط بكيان بحجم من الأهل. الناس اللي عاوزة تستوعب الكلام ده عليها أنها تستوعب الكلام ده. ما جاش من النهاردة وما تبناش من اليومين دول. لا ده دي يعني عاوز اقول لك ايه زي حاجه انت مبنى بتبنيه من تحت بتطلع وبتزيد كل يوم بتزود فيه حاجه وكل يوم بتضاف لك معلومات جديده. كابتن اسلام الاهلي لما تيجي تقيمه مش كمان رياضيا فقط كمان على تواجده لما راح كاس العالم في اليابان. أيوة. وشفت انت حجم المتابعه اللي كانت موجوده من الاعلام هناك والتساؤلات الكبيره جدا وبامانه شديده كان الاهلي عامل حاله غريبه جدا. لما بيحط الاهلي مكانه في اي حته الناس بتفتش وبتدور على تاريخه وتعرف تسال على نجومه وتعرف بامانه شديده الاغنيه دي مش هتقف عند المساله دي. الامور هتبقى كمان هتفتى عينين ويمكن شفنا لما جه النادي الاهلي يلعب مع بايرن ميونخ في كاس العالم للانديه وشفنا الحاجات اللي اتعملت ما بين نجوم الفرقتين والكلام باللغه العربيه. لا لم ياتي هذا الكلام كده صحيح. يعني ما جاش تباعا ولا جه بالصدفه. لا ده جه ترتيب واحترام انه عارفين شعبيه هذا الكيان الكبير. لن تقف الشعبيه ولن تتاثر بل بالعكس من يحاولون ان يوجهوا لها سهام النقد او صحيح. يحاولون ان يطالوا منها شيء هم مش مدركين ان هم بيفتحوا العين وبيوسعوا المساحه. يعني عارف انت ايه لما انا اقعد اتكلم بقولك عايزين نتساوى بالرعايه. لا انا عاوزين اقلل. لا انا عاوز اقلل دلوقتي من اسلام فاقعد اتكلم عليه فالناس هتقدر تعمل ايه؟ انا عاوز اعرف اسلام بيعمل ايه؟ فاللي بره شايف واللي بره مطلع. زي ما احنا قلنا واتفقنا سفينه الاهلي أميز حاجة فيها إنها ماشية ملهاش دعوة بالحوار. ملهاش دعوة ودي أهم حاجة. ودي أهم حاجة. خلي بالك من أهم ماشي. دي قوتها ها في حالة الهدوء وحالة إن أنا محدد هدفي وحالة إن أنا ماشي في الطريق بشتغل صحيح. وبعمل لما بتعمل لقطة صغيرة
زي ما قال الاستاذ عصام، قال لك ايه، انا قاعد في ناس قاعده منتظره انك انت تعمل غلطه بس دكه كده، انا عاوز امسك فيها، انا عاوز ادور لك على حاجه اجيت لك منها مبرر ادخل لك فيها ان انا ايه احاول اشوهك. من يقدم على مثل هذه الافعال سيظل في مكانه، مش هتتغير الامور يا جماعه. اللي عاوز يكسب الاهلي يكسبه في الملعب، اللي عاوز يكسب الاهلي يكسبه في المستطيل الاخضر، ماشي انا بكلمك اهو ماشي، اما بره الملعب ها فاعمل زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز، مش هيتاثر، مش هيتغير، لانه الواقع مختلف. الواقع يا جماعه الناس والاعلام والاهتمام اللي بره انه الاهلي في كاس العالم، ها الاهلي في كاس العالم للانديه يعني، والاهلي بطل افريقيا حسن ماشي. ما انا بقول لك سبحان الله ان الاهلي بضمانه جهد يعني مؤسسي وجمهور عظيم بدعواته بحضوره يضمن كاسي عالم، يا سبحان الله يعني، تاتي بمجهود وعرق اصلها من الصدفه ولا كسبها في اللوتريه يعني، ده محمود نتاج جهد جهيد تم يعني العمل عليه اجيال ورا اجيال، زي ما كنا بنتكلم انا وانت مع الشاب الجميل اللي كان معانا في الاستراحه. وبالتالي يا جماعه الموضوع زي ما انت قلت، الاهلي لا يرى خارج الاطار، الاهلي اجهزته كلها او السفينه الحمراء منضبطه على من الميناء الى توصيل يعني بالسلامه باذن الله، ملهاش دعوه بكل الامواج والملاطمات لانها جاهزه لها اولا. اما اللي على البر بقى فمجرد ناس تشاور لك وتشاور لها، هو مش هيشغل نفسه بيك. انت بقى حابب تعمل نفس التجربه، روح شوف الميناء اللي انطلقت منه السفينه كيف تنطلق، كيف يكون لديها هذا الباور، ومن ثم الموضوع ما هو الصعب بل الاصعب هو انك عايز تعيق دايما في القادم، الاعاقه هتبقى صعبه بالمناسبه باذن الله تعالى. هناك تعديلات كثيره، هناك مخاطبه وصلت بس برضه ضمن الحاجات اللي مش هتظهر لا في الاجازات او لما يلاقوا مفاتيح الادراج، عن ان هناك الكثير مما وصل من الامم المتحده الكرويه الفيفا الى الاتحاد المصري كاتحاد اهلي عن ضبط ادوات العمل، وبالتالي ستكون ويلاتها كثيره اذا لم يكن معايير كامله في اداره المسابقات. وبالتالي الكلام كان واضح ضمن البنود، والا يتعرض الاتحاد المصري لعدم مشاركه فرقه في كل ما تنظمه المؤسسه الكرويه فيفا من مسابقات. يعني ممكن اذا لم تنضبط ادوات القياده في اللي هو يعني الجاد فازر بتاع اللعبه اتحاد الكره، انت مهدد بانه منتخب مصر مش بعد سنين في تصفيات كاس العالم المقبله ما يلعبش. ليه؟ لابد من بيانات كاملة، لابد من تراخيص كاملة، لابد ان انت تشير اذا كان لديك اندية مأزومة، وده مش عيب، لكن تكون عندها برامج سداد، يكون لديك مشاكل للاعبين مع اندية، ان تبلغ فورا هل تم الحل، هل الحل في الطريق، هل لديك من الـ يعني المتقاضي ضد الاندية اللي انت الاب بتاعها لديك ورق منها يفيد ان الطرف المتقاضي معه في طريقه للحل. كل ده المرة دي بقى مش هيبقى شفوي، الفيفا لن يقول مرة أخرى للاتحاد المصري ها سمعنا، ويقول للمتقدم عاد شأن داخلي، خلصت شأن داخلي دي، مع التعديلات الجديدة اللي المفروض تبدأ من 1/7 باعتبار إن الدوريات بتبدأ في كل الدنيا من 1/7، سيتم تطبيقها مع منتصف سبتمبر بإذن الله موعد انطلاق المسابقة الجديدة. الأهلي ما عندوش يعني رفاهية النظر حوله إلا في شأن مصالحه التي لا تجور على أحد، لأنه عنده التشامبيونز ليج الأفريقي، عنده السوبر ليج الأفريقي، عنده المشاركة والسوبر، عنده مشروعه وما يطلق عليه، أن كولر والخطيب مفوضا من مجلس إدارته وجمعياته العمومية وقبلهم جماهيره في حاجة اسمها مشروع، أن ده مشروع يعني التعاقد مع كولر هو النتاج أو ستكون نتيجته مشروع كامل لفريق عالمي حقيقي، مش كلام بقى المرة دي. ننتظر ده خلال إن شاء الله. طيب خلينا ننتقل إلى موضوع آخر برضو يا أستاذ محمود، وهو موضوع قمة وقاع الدوري، قمة الدوري وقاع الدوري، المنافسة في القمة ثم الهروب من القاع. الهروب في القاع ده مذبحة. مذبحة القلعة. مذبحة القلعة، أنت عندك سبع فرق، ثمان فرق تحت. يعني بص يعني تطلع على حرس الحدود خلاص. يعني سيبك حرس الحدود، لكن شوف عندك غزل المحله وغيرت مدرب، رجعت كابتن خالد رضا،
عندك النادي الاسماعيلي، كابتن رضا شحاته ماشي عندك يعني وجاي طبعا عندك النادي الاسماعيلي الوسط الشعبيه خالد عيد على فكره المحل لا ما ده طب مطلب شعبي يعني الراجل كل ما يجي يعمل حاجه كويسه قاعدين يمشوا وعلى فكره هم بامانه شديد يعني لما هم مشوا السنه اللي فاتت كان حاجه غريبه جدا طبعا بامانه شديد حاجه برضو حاجه غريبه جدا برضو ما اعرفش دي مساله ايه يعني غير العتبه ولا ايه ده في قصه المحل فريق لا 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 في قصه الراجل الوزير السابق لقطاع الاعمال قال ان هناك كوارث تحدث نتاج لا ما في لا في حدوته لا في ايوه لا 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 في مناطق في مناطق بتدير بص يا كابتن الجوله اللي جايه يمكن فوز الداخليه على المقاولين العرب قلب الموازين قلب الدنيا بامانه شديده كده الداخليه محتاجه تكسب ماتش تاني من الماتش الجاي اسماعيلي الداخليه بعد يعني الماتش الجاي الداخليه كسبت ها كسبت الاسماعيلي انا بقى ده هيبقى ماتش اسماعيلي ده على فكره ده ماتش الاسماعيلي والداخليه هيبقى بص اعتبره نهائي كاس مصر وعندك اسوان والطلايح اسوان اخر ماتش ليه الداخليه والطلايح والطلايح هنا اسوان والطلايح الماتش الجاي على فكره ده ماتش برضه بص قوي. على اتحاد الكوره بقى هنا بقى هندخل بس ادي هنقول حرس الحدود عندك اسوان والمحله والطلايح والاسماعيلي والداخليه ومن بعيد البنك الاهلي وسيراميكا يعني ايه سنه فوق الماتشات المثيره يا كابتن سام في انه الماتشات مواجهات مباشره يعني ما لا يحتمل يعني محدش هيستنى كل بص اخدم نفسك بنفسك مفيش حد يستنى لابد ان اتحاد الكره في اللحظات دي ما تجيش تقول لي مفيش فار ما تجيش تقول لي هو قال لك اللي انا عارفه لا كابتن ده خلي بالك الماتشات اللي جاي الاسبوع اللي جاي الماتشات كلها تتلعب في توقيت واحد اربع ماتشات او خمسه ثمانية ونص بس ليه؟ ها؟ الاربعه اللي هم اللي حضرتك بتتكلم فيهم دول بس لان هم اربع عربيات ماشي ما انا بكلمك ماشي بس مين اللي يدير يا كابتن اسلام؟ نعم لا مين اللي يدير؟ لابد من اطقم دوليه لا طبعا ماشي طبعا. يعني بص عشان ما حدش بس ايه يحط اطقم ده تحكيم دولي وانت فاكر اما بنبقى في البلاد اللي مصر مش اقل منها بيقف الكوردينيتور في الصفافير يا كابتن مع اجهزه المحمول تبدا في لحظه واحده اول مفيش حاجه اسمها فريق ايه واحد يعمل يخرج يستنى خمس دقايق عشان الثاني يعمل لا الكلام ده المفروض لو حصل الدنيا تبوظ لا ايوه لو اتاخر دي مش حاجه ثانيه بنتكلم على اتاخر دي كله بص في نفس التوقيت تبدا فانا عاوز اقول لك ايه هذه سيكون اسبوع مثير صحيح حاسم هيكون الناس كلها المتابعه غير جماهير الانديه الشعبيه تبقى قاعده على اعصابها فاسبوع يستحق وتستحق ان تنقل هذه المباريات الاربع جميعا على الهواء مباشره يعني لازم تحط لها قنوات يعني بص ما تقوليش مباراتين بس لا كله في وقت واحد لازم الناس تشاف فانا عاوز اقول لك ايه هنا قمه الاثاره صحيح قمه الاثاره وقمه المتعه في الماتشين في الماتش في الاسبوع اللي جاي ده الاسبوع الجاي يا حد الاهلي قناه الاهلي جاهزه ان هي تذيع لو عايزين تذيعوا ماتشات ولا حاجه احنا جاهزين انا بقول لك والله لازم الاربع ماتشات اما بالنسبه ايوه ادي مسامة من قناه الاهلي احنا نثبت والله اللي حضرتك بتقوله انا موافق انا بقول لك اهو بامانه لازم يكون في محطوط في الخطه ان الماتشات دي كلها مهمه جدا تواجد اربع ماتشات بتاع ازاي لازم انا بكلمك ده من ضمن مزار العداله لا على فكره على فكره قبل كده كانت تذاع الماتشات دي في يعني عارف فاكرش فتره في قناتين فاكرش فتره لما كانت قناتين اون سبورت 1 و2 طيب وبعدين تقدر النيل كمان وهو تلفزيون تقدر تدي الحاجه والنادي الاهلي ويا قناه نادي الكبير في مصر يعني مفيش حاجه يعني ده انت نايل سينما ونايل مش عارفين ذاعت ماتشات وقتها في الدوري اتفاجئنا بحاجات كانت تذاع كده في نفس الوقت عشان تعمل هذا المشهد فانا عاوز اقول لك ايه مشهد مثير للدوري المصري بامانه قمه الاثاره صح في الاسبوع المقبل هيبقى اسبوع حاسم وتوضيح للصوره قوي مين اللي هيقعد ومين اللي مش هيقعد اما بالنسبه للمود التحكيمي يبقى على نفس المستوى ويتصرفوا في الرزاز ده بتاع ال10 يارده وما يبقاش فيه تضييع وقت نرجو ان الكوره الصوره مواجبه للجمهوريه الثانيه مواجبه لمصر الجديده دي حرام بقى ما يا استاذ عصام احنا دلوقتي احنا حد اتكلم على بريرا لا شافوا طلع على الحاجه مش قدنا بس منتظرين وزي ما طلع عمر في المؤتمر قال انتظروني السنه الجايه يعني راجل قاعد السنه الجايه مكمل ان شاء الله ربنا يوفقه القمه الوضع ممكن يكون اهدى نسبيا كابتن اسلام لا خلاص يعني النادي الاهلي في مقدمه لكن الاهلي بيحتاج على مقرب ان عنده عدد مباريات المؤجله لكن ده ما يخليش في حاله استكانه وحاله هدوء لان الكوره ما تضمنهاش كوره بتقلب حتى لو كان المنافسين عندهم ثانيه حتى لو كان المنافسين يعني اللي فاضل لهم ماتشين صحيح هي بالورقه والقلم محسومه لكن انت لابد انك انت
يعني ما تديش فرصه مباريات عندك مباريات صعبه جدا مباريات حاسمه الترتيب خلاص ويمكن بعد ارسال كمان الاتحاد الكوره للانديه اللي هتشارك في بطولتي افريقيا سواء دوري الابطال او حتى الكونفدراليه والحدوته انتهت وخلصت وكلام طيب. لكن عاوز اقول لك انه ايه هتبقى قمه الاثاره في الاسابيع المقبله سواء على خاصه مستوى القاع والهروب او حتى على القمه في ماتشات ومواجهات الاهلي لانه كله برضه بينتظر الاهلي هيعمل ايه في المواجهات الاسماعيلي اهلي الاتحاد اهلي طبعا الاسماعيلي الاتحاد اهلي زمالك ولسه عندك اهلي والمصري ولسه عندك اهلي والمقاولين ولسه لسه 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 مجموعه قويه من المباريات يا كابتن اسلام. طيب اخيرا بقى بالنسبه للمنتخب الاولمبي رؤيه حضراتكم ايه للمنتخبنا الاولمبي؟ انا شايف ان بكره مباراه انا ما اعرفش منتخب غينيا انا قريت عنه منتخب قوي جدا طبعا هو كمان منتخب قوي وعنده بدنيات عاليه قوي احنا محتاجين نسبورت منتخبنا ده للاخر صحيح. منتخبنا الاولمبي يعني لانه الحقيقه ده يبين الواقع الاليم شوف كسبنا شوف فرحنا لكن الحقيقه ده يعبر ان المسابقات كامله تحتاج لمراجعه سريعه جدا من يعني مسؤول كره القدم في الاتحاد الاهلي نفسه مش بس الأندية لأن هو اللي لازم يضع خريطة الطريق أنت النهاردة بعد ما كان بيبقى عندك كابتن إسلام وأنت واحد من اللي حضروا منتخبات لاعبا كان بيبقى عندك محمود بدل الليستة أربع خمس يعني لست فتقول لي إزاي ما خدناش عصام ومحمود لأنه في إسلام وعلي لا في اختيارات غريبة برضه يدوب اختيارات غريبة اختيارات غريبة وبالتالي يجب مراجعة في ناس أول مرة اسمع عنها مع كم من عمل الولاد اللي طلعوا مع فرقهم للدوري الممتاز والراجل أنا بقرا برضه إنه كوتش يعني محترم الحقيقة لكن هو عمل على ما كان يجب أن يعمل عليه الاتحاد المصري ألا وهو رفع حوافز اللاعبين إن الراجل عارف إن إحنا عندنا تالنت رائع إنما قال لهم الكلام اللي اتحاد الكرة لازم يعمله ده مستقبلكم مش هيكون ليكوا لازمة ها وبالتالي لابد من إعادة صياغة مستقبل كرة القدم والأمر المرة دي لا يحتمل الأمر لا يحتمل لا مسكنات ولا حتى مشوار تروح تعمل إشاعات وتحاليل لازم تعملها في التو واللحظة إذا كان هناك شيء فهو دعوات المصريين وولادهم اللي شيئوا الراجل البرازيلي الحقيقة لازم نقول إنه أنا شايف إنه من الخطورة بمكان أن تصل للبطولة وانت ما عندكش خطة مستقبلية لما بعد باريس 24 طيب استاذ محمود وجود برضو فيتوريا النهاردة اعتقد له دور يعني سلبي ولا ايجابي لا معنوي هو معنوي وخطوة كويسة انه برضو راح يساند وكلام ده يعني هي مساندة معنوية وتوجد انه كله خلاص انت قربت من المشهد لكن على فكرة مباراة غينيا مباراة في غاية الصعوبة منتخب غينيا عمل مباراة مع منتخب المغرب وبأمانة شديدة كان لهم هدف وتم الغاءه بغرابه شديده جدا يعني المباراه اتفرجت على ماتشات قبل كده هو اصلا تقدم بهدف وبعدين المغرب تقدم بضربتين جزاء ثم احرزهم هدف التعادل على فكره مباراه صعبه جدا مباراه مواجهه محتاجه هيبان فيها يعني قيمه عناصر المنتخب الاولمبي في الفوز لانه الفوز في المباراه هيريحك انت رايح لهدف مش بغض النظر عن الفوز بالبطوله وتحب المحافظه على لقبك لكن انت خلاص ده ما انت رايح اولمبياد باريس 2024 لكن الخساره هتاديك لموقف ما تضمنش بقى توابعه ايه صح. ليه بقى هتخشك في مباراه ثالث ورابع ثالث ورابع ثالث ورابع هتعمل لك ايه هتعمل لك بقى نص كرسي عندنا كرسي من الاول انا بقول لك اهو هتعمل لك ثالث ورابع ما تضمنش هتروح جاي لك مالي ثاني مثلا لو مالي مع المغرب لان طبعا المغرب بامانه مش هتخسر على ملعبه برضو لا وفرقه ما شاء الله وفرقه مالي وهي فرقه بصراحه المغرب عندهم فرقه عناصر يعني يمكن فوزهم على غانا كمان بنتيجه 5-1 او 5-0 ما اعتقد كان نتيجه كبيره ما حدش كان يتوقعها ابدا صحيح فامانه فعاوز اقول لك انه ايه برضو الفوز وضمان التاهل وانك انت تصل للمباراه ان هي ده في حد ذاته يديك دافع لكن ده ما يخليكش يا كابتن اسلام الكلام اللي قاله استاذ اسامه كلام في غايه الخطوره وقلنا قبل كده الامور بامانه والاختيارات وقله المواهب محتاجه فعلا وقفه محتاجه فعلا عاوزه حل ما ينفعش شعب عنده 105 مليون ومش عارف تطلع 20 30 40 50 واحد عم بيلعبوا لعبه كوره متى تختفي المجاملات لا المجاملات والاختيارات وقلت لا وقلت لحضرتك هنا وبقولها تاني المشكله مش في اختيار اللاعب مين اللي بيختار اللاعب يعني قول لي مين المدرب المؤهل عشان يختار لاعب او يختاره في تدريبه او يختاره في تقييم او يشوف العناصر ازاي يا جماعه اعد المدرس الاول ولا الطالب ما تريحونا طيب ما انا عاوز نفهم المدرس ولا الطالب
المدرس هيبقى عنده مدرس يعرف يختار يقيم الطالب شايفه. لو حضرتك فاكر، طب مدرس مش شاطر، لو حضرتك فاكر كابتن صالح سليم رحمه الله عبر الدكتور الجنزوري دوله رئيس وزراء الاسبق رحمه الله طلب منه مشروع قبل 98 للكره المصريه، وتحدث مع حتى السيد رئيس الدوله وقتها رحمه الله، فكان الناتج المحلي ان اقنع الشريف بيك خشبه زي ما اهل اسيوط الله يرحمه كانوا ينادوه دائما انه يتوافق على 5 افراد يديروا المنظومه بطموح مستقبلي لعشرين عشرة. تمام، حين فاز منتخب مصر ب 98 على غير المتوقع مع محمود الجواري رحمه الله الغي المشروع طبعا. وكنا شباب وكان براده بيوقع للنادي الاهلي لاعبا للاسكواش، وانا وزملاء اخرين شباب قاعدين، والكابتن بعد ما خلص حد من الزملاء بيقول لي اظن اللي كلم الكابتن صالح سليم رحمه الله، يقول له امشي. قلت له يا راجل ده كلام، ده كلام انت بتقراه في الحواديت، انا طول عمري في النادي. جينا نكلمه فانا كنت عارف الحكايه دي فبساله، قال لي يا سيدي ما احنا طلعنا ما بنفهمش، مش جبنا الكاس. الله يرحمك يا مايسترو، والغى المشروع. عشان كده محمود فكرني، انا بقول ده واحنا في طريقنا للفوز اللي محمود باذن الله تعالى زي كل شعب مصر بيتمنى ان نلعب النهائي، لكن الا تنسينا الفرحه. وارجع اقول لك مش قلنا لكم هنروح باريس، مش قلنا لكم مدتونا الوقت في عشان 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 فكره عاوز اقول لك على حاجه، عشان فكره زي ما بيقول عصام اختيار منتخبات اللي هي 2006 و5 و7 و8 دي منظومه لوحدها، لابد فعلا اختيار الناس اللي هتدير الكلام ده، اي على اي اساس تم اختيارك يا اسلام؟ ومين هيختارهم؟ هل فيتوريا؟ طيب لو اختارهم فيتوريا، هل فيتوريا يعرف الناس؟ انا بكلم عارف فيتوريا هيعرف الناس؟ لا يعرف سيفيهات، هيعرف سيفيهات، هيقرا ايه؟ سيفيهات. هنرجع بواقعه الدكتور عمرو المجد لما عمل او حب يعمل كذا كذا، قالوا له ايه؟ اركن على جنب احنا هنجيب مين؟ بالعكس اقول لك ايه؟ اذا لم تختفي المجاملات صحيح بصوره او باخرى صحيح، على فكره هتكون النتيجه صحيح استمرار. عايز اقول لحضرتك بس وانتم معجبون بمنتخب المغرب، انا اسف، الملك حين طلب من السيد لقجع اللي كان وزير الخزانه مشروع كروي استدعى فورا بفكر كروي، الله عليك يا محمود، كل الذين يدربوا في فرنسا واسبانيا في الاعمار السنيه مش المدربين الكبار يا محمود، عشان يجوا يشتغلوا بالنموذج الاوروبي، لما لا؟ صعبه؟ صعبه؟ لا، هو في حاجه يعني بتحصل قريبه من كده يعني. الكابيتانو مصر اعتقد ان خلال الفتره اللي جايه واثبت نجاح جيد جدا في السنه الاولى، ان شاء الله السنه الثانيه كمان يبقى فيها ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه في هذا الامر. عموما خلينا نشوف، ولكن في النهايه منتخبنا الاولمبي بكره ومباراته المهمه إن شاء الله جدا، الكل يتمنى كل التوفيق يا رب عشان نكون وضعنا او على الاقل نفذنا الهدف الاول من وجود منتخبنا الاولمبي وهو الوصول الى اولمبياد باريس في ظل هذه المجموعه اللي كانت صعبه الحقيقه، وامال كبيره او فشل في 2000 في منتخب الشباب. ومنتخب الناشئين خلانا كلنا ننتظر فرحة الحقيقة مع منتخبنا الأولمبي، لنتمنى أن هي تكون بكرة أولى الفرحات بالوصول رسميا إلى أولمبياد باريس، وبعد كده إن شاء الله نتكلم على المباراة النهائية. كل التوفيق لمنتخبنا بكرة وإن شاء الله يفوز ونقدر ونبارك له على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا يا أستاذ عصام. أنا اللي بشكر حضرتك. شكرا جزيلا يا أستاذ محمود. شكرا كابتن، من خيرك. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.